حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناة الأيام الفضائية وحلقة جديدة من برنامج الوسم. أنا كرار حباب، فاصل قصير وفقرة فيس تو فيس، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في فقرة فيس تو فيس، حيث الأخبار والمواضيع والأحداث والترندات المحلية والعربية والعالمية اللي دائما ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم. ولا مواضيعنا في هذه الحلقة وفي هذه الفقرة موضوع مهم جدا يسبب إرباك بعض الشيء في المطارات وحركة الملاحة الجوية والسفر وغيرها من هاي الأمور. من نريد نتحدث بهذا الموضوع يجب أنه احنا نخلي بنظر الاعتبار أنه هذه الشريحة شريحة مثقفة دارسة متعلمة وتعي جيدا حجم الكارثة اللي ممكن تصير بسبب هذا الإجراء. مجموعة من الطيارين قرروا أن يسوون إضراب، فبالتالي راح تنشل حركة السفر، بالتالي أكو هواية أوقات ومواعيد تعرفون أنتو يعني الدقيقة في هذا الموضوع تختلف. يعني أكو مطارات كل 3 دقائق كل 5 دقائق تهبط طيارة تقلع طيارة، بالتالي لازم أكو توقيتات معينة، توقيت الإقلاع توقيت الهبوط وغيرها من هذه الأمور. استمرار إضراب الطيارين في يعني اللي يطالبون بزيادة رواتبهم في مطار بغداد الدولي منذ الأربعاء. احنا اليوم خميس، من يوم أمس لهذا اليوم الطيارين مستمرين بالإضراب. يعني ممكن أنا أقول لك أنت من حقك أنه أنت الطالب بحقوقك تتظاهر تسوي وقفة احتجاجية، ولكن ما من حقك أنه أنت تشيل حركة الملاحة الجوية. ما أحكي لك أنه ممكن تأثر على المطارات لا أحكي لك ممكن أكو ناس مرضى تريد تسافر تجري عملية علاجية أو فترة معينة بمستشفى معينة بأي شيء عنده، ما أنت ممكن هذا راح تأذي، صح لو مو صح؟ أنت راح تأذي هذا الشخص. شو يكون الموضوع بالتفاصيل؟ مجموعة من الطيارين قرروا يسوون إضراب بسبب يعني يردون زيادة برواتبهم، لذلك يعني ما يردون يطيرون، ما يردون يطيرون الحركة يعني بمطار بغداد. هذا موضوع مهم يا أخوان. اليوم إحنا بنتحدث بهذا الموضوع لازم إنه إحنا نخلي بنظر الاعتبار كثير من الأمور. قلت لكم أول نقطة إنه إحنا نخلي إنه هاي الشريحة مثقفة ودارسة ومتعلمة. الموضوع الثاني موضوع إقلاع والهبوط، وهذا توقيتات محددة بين المطارات وبالجو وكل شيء تصير ممكن تصير به مشكلة وكارثة. الموضوع الثالث اللي هو أكو ناس ملتزمة بأمور ومواضيع، يعني أكو ناس عندها علاج، أكو ناس ممكن تسافر توقع عقود، أكو تجار، أكو غيرها من الأمور. اليوم الواحد يختلف، هو ليش يخلي يوم سفرة بهذا اليوم؟ ليش يعني؟ حتى يحاسب حسابه أنه ينزل من بالمطار يروح المستشفى، ينزل من المطار يروح يكمل عقود، ينزل من المطار يروح حتى لنفترض أنه رائح سائح، راح سائح هو. تصير لو ما تصير؟ تصير كل هذه المواضيع يا أخوان، ولكن مو بهذه الطريقة. إحنا اليوم ما نجي نعالج الخطأ بالخطأ. خلينا نشوف الموضوع وتفاصيله وأيضا ردود أفعال المواطنين بخصوص هذا الموضوع. يقول الخبر استمرار إضراب الطيارين المطالبين بزيادة رواتبهم بشل حركة الطيران في مطار بغداد الدولي منذ مساء أمس الأربعاء. يعني موضوع ما يعني أعتقد أنه هو مو صحيح، مع احترامنا لكل الأخوة الطيارين المميزين طيارين العراق اللي بصراحة نقول يعني أنهم ممتازين جدا، دارسين ومتعلمين ومثقفين إلى أبعد الحدود وهم ناس محترمين، ولكن هذا الموضوع يا أخوان موضوع مو صحيح أنه أنت تشل حركة الطيران، مو صحيح أنه أنت تسوي إضراب. أكو أيام عندكم بها عطل، يعني أكيد أنت ما راح تسافر كل أيام الأسبوع ولا راح تسافر كل ساعات الأسبوع، أكيد عندكم أيام ما بها يعني لا هي موسم ولا هي غيرها من الأمور، تقدرون تنجمعون وتسوي لكم بي وقفة احتجاجية. وهذا يصير بكل الدول بكل العالم،
تقدرون تسوون وقفة احتجاجية، بالنهاية ما راح تأثرون على الباقين. اليوم أنت من تريد شغل نفسك لا تأذي غيرك، خير الناس من نفع الناس، وأنت حر إذا لن تضر. أنت حر شو تريد تسوي سوي، بس كن ما تضر الآخرين ولا تضر عقيدة معينة ولا تضر شيء معين ولا ولا ولا. أنت حر إذا لم تضر، فأنت اطلع الظاهر سوي لك وقفة احتجاجية، ولكن مو على حساب الآخرين، مو على حساب مطار بغداد الدولي، مطار معتمد بكل العالم، مطار قديم وعريق، أغلب سكان البلد والوافدين الأجانب من هذا المطار يطير ويروح ويرجع ويسافر. ترى هسه طلع مطار أربيل، وهسه طلع مطار النجف، وهسه طلعت هاي المطارات، وإن شاء الله راح يكتمل مطار كربلاء. هسه طلعن يا أخوان هاي الآية، هسه مطار بغداد واحد من أقدم المطارات، فما يصير أنت تجي تشيل الحركة بهذا المطار بأسباب يعني واهية يا أخوان. خلينا نشوف ردود أفعال المواطنين. يقول حيدر، حيدر يقول خطية اللي يسافر عنده علاج أو عنده حالة طارئة، شنو ذنبه؟ شنو ذنبه؟ صحيح شنو ذنبه؟ أبو منور يقول بلد تائه وربي، شنو ذنب هاي الأوادم اللي تنتظر في المطار؟ مو جبتونا الحكي؟ إيه مو جبتونا؟ والله يعني هسه أنا ما أقدر أحكي، لأن أقول يعني هم ناس مثقفين ومتعلمين ودارسين وتعبانين على نفس، مو جبتونا الحكي يا أنتوا شريحة مميزة، أنت حالك حال الطبيب، حالك حال المهندس، حالك حال المعلم، حالك حال هواية مهن وشغلات يعني مفيدة للبشرية، مفيدة للإنسانية، تفيد الناس. هي مو تفكر بس بنفسك. حيدر يقول طلعوهم تقاعد، هواي طيارين تخرجوا وقعدوا بالبيت ويرضون براتب رمزي، أهم شيء تعيين وداخلين أفضل الدورات. أنا أجي وياك بهالموضوع حيدر، بالفعل عندنا هواية طيارين تخرجوا وقاعدين بالبيت وشباب ويقدرون يشتغلون ويطير، وأنا مع هذا القرار، أقلها أسوي ميكس ما بين الطيارين القدماء والطيارين الجدد، وهي هاي سنة الحياة، طيار كبار يطلع تقاعد، هاي سنة الحياة. وله أكو طيارين يعني أكو طيارين يطلعون تقاعد من الدولة يروح يستمر يشتغل بالشركات اللي ما تابعة للدولة، يعني شركات الطيران الأخرى. عماد يقول للأسف هيبة الحكومة ما بقت، مسألة المظاهرات والوقفات صارت أمر جدا معيب، يعني أي شغلة مباشر سوى وقفة مظاهرات والشوارع تنغلق وتصير ازدحامات، وبالأخير المواطن هو المتضرر. أنا وأنت المواطنين إحنا اللي متضررين، مضبوط كلامك. على الحكومة استبدال هذول الطيارين اللي شلوا حركة الطيران حتى يكونون عبرة لمن اعتبر. الحكومة ضروري تفعل دورها بشكل قوي وتفعل القانون. أمر معيب والله ما أقدر ألومك، أنا لا أنا أقدر ألومك ولا الباقين يقدرون يلومونك. علي هادي يقول ما بيها شيء طبيعي، شنو الغريب؟ هي آراء، وكل من عنده رأي، كل من عنده فكرة، فهي ما بيها شيء، يعني الاختلاف بال 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 بالأمر ما يفسد القضية، موضوع طبيعي جدا. هذا كان موضوعنا الأول في فقرة فيس تو فيس، حيث الطيارين اللي شلوا حركة مطار بغداد الدولي بسبب الإضرار يردون زيادة برواتب، وإن شاء الله هذا موضوع تابع سلطة الطيران المدني والخطوط الجوية العراقية وأيضا المسؤولين عن هذا الموضوع. موضوعنا الثاني في هذه الفقرة، طبعا بالبداية احنا نقول هارد لك لنادي الشرطة العراقي ولاعبي وكادر التدريبي والإداري، الأبطال اللي حققوا نتائج مميزة في البطولة العربية للأندية الأبطال. نادي الشرطة العراقي خرج يوم أمس من الدور نصف النهائي على يد نادي النصر السعودي اللي يمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين بالعالم، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني،
هواي لاعبين، تاليسكا، أليكس، هواي لاعبين يعني، بروزوفيتش، مجموعة من اللاعبين المميزين، فوفونا وغيره من اللاعبين. نادي الشرطة العراقي قدر أنه يتأهل من دور المجموعات ويتأهل من الدور الثاني، دور ربع النهائي، إلى الدور نصف النهائي، وكان بالإمكان الفوز والتأهل، ولكن بسبب قرارات تحكيمية ظالمة بصراحة نشوفها ظالمة، لأنه موضوع الفار والرجوع للفار، ساديو ماني جت الكرة بإيده وقبل لا تصير ضربة الجزاء، فما أعرف الحكم تغاضى عنها. هذا يعني موضوع يعني ما أعرف ليش يعني انظلموا بصراحة الشرطة العراق. وأيضا إحنا عدنا عتب عليه بالبداية، نبارك له أيضا الكابتن أحمد صلاح على هذه المباريات القوية اللي لعبها بغضون أيام وفترة قليلة، ولكن أيضا نعتب عليه أنه إحنا كان بالإمكان أن نفوز. الدليل إحنا لحد آخر دقيقة عندنا هجمة مرتدة أضاعها اللاعب المميز أحمد فرحان، يعني كنا نقدر نوصل للجول ونسجل أهداف. النصر ما كان بذاك البعبع القوي، يعني إذا نحكي فنيا ولا هو مختصاصنا، إحنا صح مقفلين دفاعاتنا ونلعب هجوم مرتد، ولكن شوية كان بأوقات معينة من المباراة كنا ممكن نزيد الغلة الهجومية من اللاعبين. يعني الكابتن أحمد صلاح هو قراره أكيد محترم ورؤيته الفنية هذا ما نتدخل بيها، بس إحنا نقول نتناقش شوية بعد الفريق خسر وطلع، كنا ممكن إحنا نقدر نهاجم بأكثر عدد من اللاعبين. يعني حرامات والله، يعني بسبب التحكيم وبسبب يعني شغلات فنية وتكتيكية خسرنا المباراة. خلينا نشوف الموضوع وتفاصيله وأيضا ردود الأفعال اللي صارت بعد خروج نادي الشرطة بالصفحة الرسمية لنادي الشرطة الرياضي. الشرطة يودع البطولة العربية بعد الخسارة أمام فريق النصر السعودي بهدف من ركلة جزاء مقابل لا شيء. عاد لك يا أبطال ما قصرتوا، اتبع هذا المنشور أيضا المؤتمر الصحفي اللي صار بعد المباراة. الكابتن أحمد صلاح يقول مبارك للنصر والشرطة، يقول قدمنا بطولة مشرفة، ختمناها بمستوى مشرف أمام واحد من أفضل الأندية. أشكر اللاعبين لما قدموه خلال أيام البطولة لالتزامهم بما وضعنا من استراتيجية. جزئيات بسيطة خسرتنا البطولة وما حدث يعد طبيعيا نظرا لنظام البطولة. ليس من عاداتي الحديث عن الأداء التحكيمي، وسأترك ما حدث لأصحاب الشأن، ومتأكد أنهم سيشخصون الحالات. نجحنا في قراءة المنافسين في كل مباراة نخوضها، وجردنا النصر من أهم أسلحته. أنا أتفق وياك يا كابتن أحمد صلاح أبو عبد الله المدرب الشاب المميز، وأبارك لك أنت والكابتن حسين فلاح والكادر حسين عبد الواحد والكادر التدريبي المميز لنادي الشرطة. ولكن يا كابتن أحمد هذا عتبنا عتب محب، يعني وكنا نشجع ممثل الوطن نادي الشرطة في هذه البطولة، فكنا ممكن نزيد الغلة الهجومية أكثر بلاعبين أكثر. أكيد أنت سويت حلول ونزلت لاعبين، ولكن يعني المباراة يعني مع الأسف فرصة ضائعة بنهاية المباراة مستحيلة، ولا هو يعني التحكيم حتى يعني هو ضاف 6 دقائق الحكم، دقيقتين وراء 90 أكو لاعب انصاب من السعودية من نادي النصر السعودي، لا ضاف فوقاهن ولا يعني ما أعرف يعني 96 خلاص نهاية، ما أكو لاعب انصاب دقيقتين أقلها، المفروض تكمل المباراة لـ 98 دقيقة مثل ما سويت في مباراة السد، ضفت 10 دقائق هواي حكام. فإحنا نعتب، وأيضا يعني هذه الأمور يعني اليوم واحد من يخسر بشرف ونزاهة ما يقول هارد لك ويروح، بس من يشوفك أخطاء بسيطة يعني وأخطاء جدلية، يعني ركلة الجزاء اللي سواها فيصل جاسم، بالمناسبة يعني إحنا نعزي اللاعب فيصل جاسم وأسرته بوفاة المغفور له والدهم والد فيصل جاسم، وأثناء ما هو بالبطولة يعني الله يرحمه برحمته الواسعة. ففيصل من سوى الجزاء ما هو قبله يعني ساديو ماني اللي مس الكرة بإيده. اليوم احنا نتكلم بحسرة بصراحة، لأنه كان بالإمكان أفضل مما كان. بعد المباراة بالصفحة الرسمية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، كل التقدير والشكر لكم يا أبطال نادي الشرطة على الأداء الرائع والتنافس الكبير الذي جعلكم ترتقون إلى هذا الدور المتقدم في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال. لقد أسعدتم الجماهير وجعلتم العراقيين يفخرون بمستواكم المميز، وشكرا للقائمين على هذه البطولة التي عكست وجها مشرقا ومتطورا
للكرة العربية. الشرطة تلقى دعم كبير جدا من كل الجهات والجماهير، لأنه بالنهاية يمثل الوطن، وتمثيل الوطن شيء مشرف وشيء غالي. أيضا بالصفحة الرسمية لمعالي وزير الداخلية المحترم يقول: تهنئة، رغم أنكم لم تبلغوا نهائي كأس هذه البطولة، لكنكم كنتم أبطال، أبطالا ورجالا كبارا وندا عنيدا، وبهذا كسبتم تعاطف الملايين من أبناء شعبكم، ونلتم احترام الفريق المنافس وفرق هذه البطولة. أحييكم أيها الشجعان، تحية الأخ الذي كان وسيبقى يقدم لكم كل هذه الإمكانيات من أجل ازدهار كرة الشرطة، الفريق الذي يمثل هذه الوزارة العريقة والكرة العراقية في الأوساط العربية. بوركتم وأحسنتم وأجدتم اللعب وتقديم واحدة من أهم العروض الكروية الرائعة في تاريخ هذا النادي العريق. هنيئا لكم فوزكم بلقب الفريق الذي مثل الوطن وشعبه ونال ثقة الملايين، وطمأنها أن الكرة العراقية لا زالت تنضح بالأساطير من النجوم الكبار. عبد الأمير الشمري وزير الداخلية. طبعا هذا الكلام، احنا ندعم اي فريق يمثل الوطن بالبطولات الخارجية، البطولات العربية والبطولات الآسيوية وحتى العالمية. ندعم منتخباتنا، ندعم أنديتنا بكل ما نملك من دعم. علي يقول: أداء مشرف، نفتخر بكم، مع الأسف الحكم ظلمنا. أما مصطفى يقول: بالمناسبة هذه ركلة الجزاء، قبل ركلة الجزاء لمست يد على ساديو ماني، الكرة لمست بإيد ساديو ماني. يقول: الكرة لمست يد ماني قبل العرقلة، وحتى المخرج لم يعيد لقطة لمسة اليد حتى لا يتم مراجعتها في الفار وإلغاء ركلة الجزاء. بالفعل أعادوا فقط اللقطة اللي فيصل احتك بها ويا ساديو ماني، بينما قبلها لمسها بإيده. التحكيم مشكلة، غير جفار بعد وقلنا ارتاحينا. أنور يقول: ما قصرتوا وكنتم خير ممثل للعراق. أما حيدر الحشيمي يقول: قدمت نسخة للتاريخ وخروج مشرف. آخر تعليق من ياسر يقول: ظلم فريق الشرطة واضح، جزاء غير صحيحة. يقول غير صحيحة، يعني غير صحيحة. يقول لمست يد واضحة وتضيع الوقت الإضافي، هو كاتب الضافي بس هو يقصد الإضافي، وعدم احتسابه، يقصد احتسابه، يقول وعدم احتسابه. نحواني للو يقول ياسر ملخص الكلام، يقول الشرطة انظلم واكو وقت إضافي ما تم احتسابه، زين، وتضيع للوقت اللي قلنا احنا دقيقتين اللاعب مصاب ما ضاف فوقاهن، فهذا يعتبر ظلم واضح للشرطة. طبعا كان هذا آخر تعليق بخصوص هذا الموضوع اليوم، موضوع فريق الشرطة العراقي. نبارك لنادي الشرطة ولإدارة الشرطة والكادر التدريبي واللاعبين وجماهير الشرطة في العراق، كنتم خير ممثل للوطن في هذه البطولة العربية. هذا كان موضوعنا الثاني في فقرة فيس تو فيس. موضوعنا الثالث والأخير في هذه الفقرة، هذا الجهاز المحمول النقال اسمه آيفون، يعني جهاز اسمه آيفون. هذا آيفون 11، يعني تسلسله من بدة الآيفونات، من آيفون 5، آيفون 4، آيفون 5، 7 وغير 6 وهاي التليفونات. وصل اليوم الآيفون، مثل هذا آيفون 11، اليوم الآيفون وصل إلى 14 و 12 و 13 و 14. آيفون 14 يتراوح سعره العالمي بالعالم كله، يتراوح سعره ما بين 1500 دولار إلى 1800 دولار، يعني سعر، يعني نقول، يعني ما نقول مبالغ به ولا نقول غالي ولا نقول رخيص، سعر طبيعي جدا. آيفون 14 سعره هذا السعر.
زوجان هنديان من دهر فرهم، زوجان هنديان يبيعان طفلهما اللي 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 تو مولود على مود يشترون جهاز آيفون 14. هنا المصيبة والكارثة. واحد من أغرب الأخبار اللي ممكن تمر علي، خبر ترند في مواقع التواصل الاجتماعي العالمية لدرجة إنه القنوات والوكالات والصحف والمجل راحت تبحث عن هؤلاء الـ الأشخاص الظالمين. باعوا طفلهم اللي تو مولود على مود يشترون آيفون 14، على مود يشترون تليفون. طبعا بالمناسبة هسه هم بمركز الشرطة يعني وراح يتحاكمون. من راحوا وحققوا وياهم، يا بنتوا ليش بعتوا طفلكم على مود تشترون آيفون 14؟ والله على مود يفيدنا بالسفر نصور بيه. انا هنا أنا يعني هنا أنا يبدي الدق على الراس، يعني يبدي اللطم هنا أنا. يبدي واحد يطلع كل ما بداخله. هي عديمين الإنسانية والضمير، ولكم انتوا تحرقون الميت ما تدفنوه، واكرام الميت دفنه، انتوا تحرقوه ما تدفنوه. زين انتوا تعبدون الحيوانات اجلكم الله، تعبدون الالهه الاصنام المدري شنو، هاي كلها عديناها. النوب ترحون تبيعون بينكم على مود تشترون ايفون 14؟ ما ادري والله. واحد من أغرب الأخبار اللي ممكن تمر عليك يعني. خلينا نشوف الموضوع، خلينا نشوف الموضوع وتفاصيله وأيضا ردود أفعال الناس. يعني القبض على زوجان هنديان باعا طفلهما لشراء آيفون 14. يعني ما أدري واحد شو يحكي، والله ما أدري. آيفون 14 أنت قل لي هسه كنوز الدنيا العالم، هم بيع طفلي مو اشتري لي تليفون، تليفون هسه يوقع ينكسر، ها تليفون هسه وقع يوقع بالغلط ينكسر، ها كسر تليفون، انت رايح مسوي بايع طفلك انت وياها ورايحين على مود تشترون ايفون 14، وبالتحقيقات انه هو يفيدهم بالتصوير، يفيدهم بالسفر. يعني انتوا يعني عندكم فلوس تسافرون، يعني تقدرون تسافرون عندكم فلوس. لا، وايضا بالتحقيقات طلعت عندهم حادثه قبلها هم بايعين احد اطفالهم، هم ما ادري شو يسوون، بايعين احد اطفالهم. هذول مالتك مشهم، ها خوي نحكيها بالدارج، مالتك مشهم ودق. وين اللي يوجع دق اتوبهم؟ والله ما ادري، والله الهنود يعني اللي جاي يسووه بالبشريه كوارب، جاي يسوون بالبشريه. تجي تلقاه يعبد له بقره، هاي شنو هاي؟ هاي شنو هاي؟ تجي تلقاه يعبد له قرد، اجلكم الله. يموت له واحد يروح يحرقه، اكلهم حار، اكلهم ما تقدر تاكله حار. تروح لين تتعالج، هاي تلقى مستشفيات تخبل اطباء عظماء صفوا المستشفى طمر مال 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 نفايات، والريحه تقب وما ادري شنو. هند بلد عجيب غريب. يعني انتوا هذا كذا عديناها عبرناها لكم، يلا عديناها. اي تجي تبيع طفلك على مود ايفون 14؟ حسين عباس، سلام الله على الحسين وعلى العباس عليهما السلام، شلون اسم حلو حسين عباس. يقول زين هو ما صرف على زوجته طبيبة سونار تحاليل عملية أدوية؟ هذني ما يعادلن ثلاث آيفونات؟ إيه صدق، اليوم تحاليل وسونار وأدوية وعملية وغيره وغيره، هذني مو يعادلن ثلاث آيفونات ولك؟ يعني أنت عندك فلوس.
احمد يقول يروح الطفل يجي غيره بسرعه، اما الايفون صعب جيته. ولك احمد من اكم شكاسه بالايفون، وين اليوجا حمد؟ يقول ليش يا حبيبي. طبعا احمد يحشش الشاقة. سيوف يقول عندي سلوان اخوي ما حد يراوسه ب 14 حتى لو مستعمل. سلوان شوف سيف شي معلق لك بالعام، انا ما اريد اخرب اسوي مشكله بيا الاخوان، بس سلوان شوف سيف شي معلق، انا ما راح ارد، ما راح ارد سيوفي، انت ترد يا سلوان، انا ما لي علاقه، انت تشوف التعليق وترد، انا ما راح احكي. حتى واحد لا يقول لك سوى مشكله بين الاخوان، او هيك مسوي بيك يا اخوي. علي عباس يقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، هاي متاكد من علق هيك يسوي، لا حول ولا قوه الا بالله هيك يسوي. شايفين احنا من نسوي السالفه. اخر تعليق من الياس يقول طاحظهم، عفيه عفيه الياس يقول طاحظهم ما يفتهمون عفيه. لو منتظرين ال 15 ماشي هاي الياس يقول لو منتظرين ال 15 يقول طاحظهم ما يفتهمون، عبالي ايش اسمه يقول لو منتظرين ال 15. وبتعليق الياس نختم فقرة فيس تو فيس وما جاء بها من مواضيع واحداث غريبة عجيبة في هذا الكوكب. مشاهدينا الكرام فاصل قصير وفقرة الترند تيوب، خليكم ويانا لحد يروح بعيد. اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في فقرة ترند تيوب. مرات يعني تشوف بالافلام بالمسلسلات البوليسية وما ادري شنو، هروب سجين من سجن، هروب ما ادري شنو، متهم من مركز شرطة، هروب اسمه يهرب متهم من محكمة وتفتر السيارات ويجون هاي، لا صار ولا دائرة، لا صار ولا دائرة. شوف يهرب من سجين، يهرب من مركز شرطة، مو يهرب من محكمة. شاتة بالمحكمة بعدك ما محكوم، غير نفتهم حكمه، يجوز تطلع براءة، يجوز تطلع براءة، يجوز تاخذ لك سنة سنتين، يجوز خلينا نشوف بالفيديو هذا اللي هرب بالديوانية. خب هذا، خب هذا الشرطة خطيه ما ابي حيل، هذا الجيب الاخير قوى يركض، وذاك الشرطة انسحب. وشوف لهذا ابو الدوج الرام هذا، هذا بالسيارة البيضاء هاي العالية مدرسة الفادور، شلون افتر وراح يسوي له حادث. طبعا دعاميته مضروب وهم نشوف داعم له مدري من هذا الشرطة، هذا اللي انسحق زين سحقه، وهذا الشرطي اللي وراه خطيه جقوه يركض ما بي حيل زين. هم يعني طبعا بالمناسبه هم لاحقين من البدايه، يعني هو مفتر من هناك وهذا مفتر له ويفتر يعني عبروا له من ذاك السايد يعني، وهذا ينتظر بالسياره البيضاء، ينتظر حتى يجي ياخذه ويروح سياره بدون ارقام بالمناسبه. يعني ما اعرف تعليقات عندنا هوايه، يعني احنا نعلقها حتى مو شرط المواطنين، لانه يعني طبعا شفتوا هاي الجيف خطف منه، هذا الشرطه اللي انسحق زين، وهذا الشرطه خطيه اللي ما بيحل زين. ها شوف شلون دعمه باوع، شلون دعمه زين، دعمه وضربه بالكي همينه، سوى حادث هنا وهنا، صعد بالسياره فص ملح ودابه واختفوا، اختفوا زين. هذا الفيديو في محافظة الديوانية في محكمة الديوانية. تعليقي اولا ليش يا بهيج المحكمة، يعني ليش هيك المحكمة بكل سهولة واحد يهرب من عندها؟ ليش ماكو عدد حراس معينين اكفاء بهذا الموضوع؟ يعني ليش هذا يهرب ويروح ويجي وهذا ماكو يم احد؟ يعني يا اخوان ترى هي مو هيئة اليوم، قيادة شرطة الديوانية، وزارة الداخلية، يعني اتمنى من شفتوا هذا الفيديو يكون لكم حل واجراء وبع، ولو هسه السيارة ما بها ارقام بس انتم تعرفون المتهم الهرب، تعرفون اولوياته، والقيتوا القبض عليه قبل مدة، واكيد تعرفون تفاصيله كلها. ليش لحد الان هذا المتهم خارج؟ يعني ليش هذا المتهم مو خلف القضبان لحد الان؟ هذا اللي ساعده منه سيارته بدون ارقام،
شلون سياره بدون ارقام تفتر بالشوارع؟ والله ما ادري انا، ما اعرف. سيارات بها ارقام ووقفوها يغرموها، هاي سياره بها ارقام وتفتر عادي يعني. هيته هي بلد تايه، اي مو غير تونا جاي نتقدم خطوات الى الامام، نحكم قبضتنا على كثير من الامور، لا من الوطني وزارة الداخلية والاستخبارات، جاي يلقون القبض على ارهابيين، على مخدرات، على مدري شنو. جاي هم مواضيع مهمة هاي. أأمن المحاكم، أأمن مراكز الشرطة، هم قبلها شفنا فيديو ناس هجمت على مركز شرطة مدنيين. أأمن، أخلي عدد حراسة معين. موضوع مو هيجي، مو هاته. أما خلينا نشوف التعليقات لأن احنا ما أبينا حل. هاك شوف السيارة طبعا هو ضاربه السيارة بالبداية، داعمها بالبداية اكيد داعمها من المزارق. زين هسه واحد يقول لي شنو يعني المزارق؟ والله ما ادري شنو معناه، بس هي كلمة دارجة يا اخوي. خلينا نشوف شو يقول حيدر. يقول ماكو تصوير صدفة، اكو لعبة بالموضوع. ما لاحظت لك هذا الايموجي، اكو لعبة بالموضوع بعد. ما ادري حيدر كرم الله تقول او يقول هذا فيلم هندي لو امريكي، اكثر شيء هندي بعد كيفك او كيفك انت. بعد عباس يقول التصوير عجيب، السياره الاولى انهزم بها، الثانيه منو بها؟ التي دعمت الشرطي منو بها؟ ايش ما ادريني يا عباس. يقول السيارة الأولى انهزم بها، الثانية من بها؟ التي دعمت الشرطي ما أعرف من بها. يقول الجميع لم ينتبه على التصوير، ترى هم ليس السجين واحدة. سجين واحدة؟ شو معلومة فاتتنا، هاي معلومة فاتتنا خطرة. لا السجين مو واحدة، أحييك على هاي المعلومة. نفسه يرجع عباس يعني نكرر الموضوع، يقول ليش ما يرمون عليه لو سلاحهم مال مي؟ هذا اتفاق وقعت براس الفقير الذي اندعم، الوحيد ما يدري. يقول وقعت براس الفقير الذي اندعم، هو الوحيد ما يدري. عباس محقق كونان، عباس محقق انت. اخر تعليق من علي يقول عمي الشرطه على كيفكم ويا ارواحكم، خففوا شي القضيه، واحدكم ما يقدر يركض الخاطر الله. والله يا اخوي كلامك وجيه، طبعا مو كل الشرطه اكيد يعني، احنا فقط على البعض ان نقول لياقه بدنيه وغيرها من الامور. بس يلا يا اخوي، الفيديو اللي بعده فيديو متكرر، كل حلقتين ثلاثة يطلع لنا فيديو من هاي النوعية، ونفس الكلام نعيده. حلبة قتال في المستشفيات، هاي كل بين حلقتين والثالثة والثانية هاي يطلع لنا فيديو طب 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 بالمستشفى. ما تعرف شنو منو مين وين، ما تعرف. هاي عبالك اكو ناس بالمستشفى ملاكمين، يجيك طب طب بالمستشفى متحضرين يعني. هاي يجي المستشفى على مود حلبة. هاي اتذكر قبل حلقتين طلعنا هيج فيديو، ما ادري من يوم مستشفى، قبلها بشهرين ما ادري بشهرها طلعنا هيج فيديو، هسه الفيديو. واتذكر العام بداية البرنامج ما ادري اول عام هم طلعنا فيديو وين من هاي النوعية، ما نعرف. فيديو صار ترند يطلع بمواقع التواصل الاجتماعي، يوصل لنا يابا شنو؟ عركة في مستشفى، ضرب في مستشفى، وين الشرطة؟ وين الأمن؟ زين ليش هالقد عد؟ معقولة ذولا كلهم؟ معقولة؟ هذول هسه ذولا بالممر كلهم مرضى؟ ويا المريضة دخل مراجع واحد سهلة فضت راحت. ويا المريض مراجع واحد، مو ادخل لي 600. اي مو حتى الله ما يرضى بها يا اخوان، الله ما يرضى. اذيه لان اذيه بها اذيه للمريض. مريض طاب للمستشفى هدوء، يريد يتعالج بهدوء.
بهدوء يطبي يلقى لي هاي الهوسة جاي يتمرض يموت يموت ما يبقى. هو والله ما أدري. إلى وزارة الصحة، يجب مخاطبة وزارة الداخلية أولاً، يكثرون الأمن بالمستشفيات، هاي موضوع خلوا على صفحة. الموضوع الثاني، مو هواي الطب للمستشفيات، مو هواي هذا العدد، هو مريض واحد طبيب وياه راقد بالمستشفى زيارات، نعم طبيعي، دخل واحد 5 دقائق 10 دقائق زور المريض اطلع يجي غيرك يطب، ما طببهم سوى حشق. هي مو هيك، يموت تعبنا واحنا نحكي، تعبنا واحنا نكرر، وتعبنا واحنا نعيد. هسه هذا الموضوع هم طالب بي رئاسة الوزراء، هم طالب بي موضوع طبيعي يعني. هذا والله ما ادري. خلينا نشوف التعليقات على هاي الحلبة مال الملاكمة اللي بالمستشفى، شنو كان تعليقهم. محمد يقول سلم لي على هذا بالسكين، ها بالمناسبة العركة بالسكينة يعني، بالمناسبة يعني أنا هم نسيت أذكرني بيها، العركة بالسكاكين. إحسان يقول إن شاء الله مباراة موفقة للفريقين، أي مو جاي يلعب الشرطة والنصر، برشلونة وتوتنهام، أي مباراة موفقة. يقول أمواج البحار، والله اسم، والله جايبت لك اسم أمواج البحار، مين اخترعتي هذا الاسم؟ تقول هذا اللي مدخل سكين للمستشفى شنو من بشر؟ هذا ليس بشر، هذا شيء كائن آخر لا أستطيع البوح به الآن لأننا في حلقة مباشرة. هذا كائن، وهذا الكائن كائن. تعليق من ناريمان تقول الحمد لله على نعمة العقل. هو العقل هنا لو هنا لو هن العقل وين؟ المهم يقول الحمد لله على نعمة العقل. اي والله يا ناريمان الحمد لله والشكر. اخر تعليق من سعد يقول شنو الثقافة هاي داخل المستشفى تتعاركون؟ والله ما ادري سعد شنو هاي الثقافة، يتعاركون داخل، تصور يتعاركون داخل المستشفى، ما ادري شنو من ثقافة هاي. والله يا ابو سعود ثقافة دخيلة، ثقافة دخيلة علينا ابو سعود، والله نعتذر منك طبعا، جدا اسفين احنا ابو سعود، نعتذر اشد الاعتذار منك يعني، ثقافة دخيلة هاي تعرف يعني، هاي يعني شافوها بالافلام بالمسلسل، نعتذر سعودي حبيبي نعتذر، ثقافة دخيلة طبعا، ثقافة دخيلة طبعا يعني طبعا قابل شنو؟ طبعا ثقافة دخيلة. الفيديو اللي بعده هم ترند، صار له 5 ايام ترند، لا يوم ولا يوم، صار له 5 ايام مدري 4 ايام هذا الفيديو ترند، وهو فضيحة الله اكبر، طلع تليفونه ونشر فضح. ساق تيك توك في بغداد، شريف مواطن شريف نسى يم ابو المرور، على قولته جهاز المنادات، يقول نسى جهاز المنادات يمي، نسى جهاز اللاسلكي يمي اللي يتواصلون به، فقرر انه يرجعه، بس صور فيديو خلي نشوف هاي الحاله من بين صور وبين راحلهم وبين رجع. انت لو ما مسوي يعني صدقوا على فطاري هذا الشخص، انت لو ما مرجع حسن يمكن شر البليه ما يضحك يعني، انت لو ما مرجع يمكن احسن خطيه، فضحهم فضح الحسام طبعا، انا قصينا فضح الحسام طبعا. هاي مرات المرور من تقاطع لتقاطع، سياره تاخر عليه ما ادري شنو هذا، ف يعني وحاره الله يساعدهم يعني، والله العظيم الله يساعدهم ويعني نشد على ايديهم، فيتنقل لو بتوك توك لو ويا واحد يوصل. انا مره والله طلعت منها من القناه، اكو شخص قال لي بس وياك للقاطع، قلت له لا صعد وياي خطيه، وصلت للقاطع يعني من باب المساعده، باب مساعده اخويه، اليوم احنا واحد يساعد الثاني في بلد، فهذا هذا الفطير نسى جهاز المنادات على قولته، يقول نسى يمي جهاز المنادات، فنساينا بالتوك توك، صاحب توك توك يشتغل بهذه المنطقة باب المعظم مدري ساحة الطلاعة مدري وين، فنساينا، فهذا قرر انه يرجع هذا الجهاز اللاسلكي، ولكن قرر انه
يوثق هذه العملية بالتصوير بالفيديو. طبعا هو مشكور لسوء يعني عفوا لحسن نيته انه قرر انه يرجع هذا الجهاز، اكيد يعني هذا الجهاز لازم يتخلص منه لانه مهم جدا، فقرر انه يرجع، بس قرر انه يصور زين، فقرر انه يصور هذا الشيء، وهاي العملية عملية الرجوع الى هذا القاطع وتسليم جهاز المنادات على قولته. لذلك هذا الشخص الحباب فضح الجماعة يعني بعد وفضحوا، قال على رأس التالي المرور انت احسن انا بخدمتكم، قال طبعا هو عمي انا من اهل المرور اللي انت تفترى انها تشتغل هنا، ما اغرمك ولا احاسبك ابد على هاي الطلعة مالتك، بس انت لو ما مصور احسن تفضحت خطيئة، سألت تلقى على الحدود جاي ينظم شو اسمه، جاي ينظم السير مال المنشآت مال الرايحة شو اسمه. يقول مروان لو بايقة ولا هاي الدقة حسام انشهر شهيرة. أم محمد تقول بارك الله بيك يا يمه ربي يكثر من أمثالك. آخر تعليق من محمد عيسى يقول المفروض يتحاسب المرور، ايش لون ينسى شيء. طبعا اراء كثيره جدا مشاهدينا الكرام، وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم، حتى التقيكم في الحلقه القادمه، نقول لكم في مال الله.